ما أعطت الصلاحية لحكومة تصريف الأعمال بأنه وهذا مستحيل قانونيا، مستحيل سياسيا ممكن ولكن قانونيا مستحيل. مشينا، لكن هل ستضمن هذه الحكومة إجراء انتخابات ثانية؟ الأولى فشلت بها هذه الحكومة، الثانية هل ستضمن نجاحها بأن تكون انتخابات مبكرة واقعية قوية شفافة ما بها مشاكل ما بها خروقات، الأمن الانتخابي يكون عالي؟ هذا ثانيا. ثالثا، شنو الثقة اللي راح نعطيها لأبناء البلد؟ شنو الصورة اللي راح أوصل لهم حتى هذا 20% ما تصير 5%؟ وشلون أقدر هاي 20% أرفعها إلى 50% إذا ما يكون هناك حوار؟ أولا، والحوار يجب أن يكون مبني على أساسين اللي هم الثقة. وهذه موجودة؟ لا، والآن مع كل الأسف هو الثقة وصلتنا إلى عدم وجود حوار. الأمر الثاني، والأمر الثاني هو الإقناع. كيف نقنع المقابلنا بأن يكون هناك جلوس على طاولة واحدة؟ ترى التصعيد بالشارع، وين الصعوبة بإقناع التيار الصدري مثلا الآن أن يأتي لطاولة الحوار؟ جيد، الآن التصعيد بالشارع ما راح يخدم كل المواطن، أقصد كل الشعب العراقي، كل المواطنين العراقيين، ولا راح تخدم أنت يا جهة اليوم السياسية اللي تتحرك الشارع. ترى هذا الموضوع ما راح يخدمك، وبالتالي اليوم احنا نحتاج نقعد نتكاشف. انت عندك مشكله بالنظام السياسي، جيد، تنادي بالاصلاح، واني هم انادي بالاصلاح، تقول انتخابات مبكره، وهذه كانت دعوتي. انت مستهدف، لا عفوا، جيد، بس اقصد انه انت تقول اليوم اصلاح، اني هم انادي بالاصلاح، ولكن الاصلاح هو مو شعار نتبناه ونخليه على 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 القلب. الاصلاح هو فعل، الإصلاح هو تفاعل، الإصلاح هو أن فعلاً يكون هناك متبنيات حقيقية. ما موجودة متبنيات الإصلاح الحقيقي؟ لا، الآن بالعملية السياسية، أخو، إحنا نقول يا إحنا أكو مشاكل بالعملية السياسية، إحنا اليوم دا نقول ترى أكو مشاكل لازم نقعد.